إخواني أخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة تحدي. كما العادة الأستاذ العزيز علينا السي محمد المتزكي معنا اليوم، وغادي يلتحق بنا إن شاء الله السي خالد مومني لمناقشة دائما الموضوع اللي هاد الأيامات خدامين عليه، هو مافيا العقار، اللي هو ماشي موضوع صغير، موضوع كبير جدا وعنده حتى تفرعات كبيرة. فلهذا بغيتكم بعدا تبارطاجيو، لايكي والاخر، لان غيكون عندنا التبليغ اكيد، لان هاد الناس هادو ما كيبغيوش ان المواضيع بحال هادي تناقش، لان ماشي في صالحهم. السي المؤمني مرحبا بك، راك على الهواء مباشره، تعطلتي شويه ولكن مرحبا بك. السي متزكي كتسمعني مزيان؟ كنسمعك مزيان. مساء النور، كيف ما قلت الاخوان، حاولوا تبارطاجيو وحاولوا تلايكيو باش نحاولوا نوصلوا الحلقة هذه للماكسيموم بوسيبل للناس اللي مهتمة، لأن الموضوع ديالنا اليوم هو عن العقار وما في العقار، وعندنا ملفات كثيرة، منها ملف ديال السي خالد المومني اللي هو قدامي، ملف ضخم، ملف كبير وغريب جدا، واحد الغرابة اللي ميمكنش تخيلها الإنسان. ولكن قبل غادي نحاولوا ما أمكن نهضروا بعد على واحد الموضوع اللي كان حديث الساعة هاد اليومين هادي اللي دازت، اللي هو موضوع روموندي. أيه. موضوع ضخم، موضوع ديال تقريبا 200 شقة اللي تباعت على ظهر السكان ديالها. الناس كانوا ساكنين ما بهم ما عليهم، شاريين بالعقود ديالهم بكل شيء في أمان الله، جاوا ناس أخرين هزوا دوك الشقق، باعوها، تخلصوا فيها وجروا على عباد الله الشارع. كيفاش وعلاش وكذا، هذه الحيثيات اللي دازت واحد القضيه اللي تحكمت هذه الاسبوع هذه، واللي المتورط فيها خدا 17 سنه، رغم انه كان مؤازر باربعه من اكبر المحاميين واللي معروف عليهم بزاف ديال التجاوزات القضائيه، وخا هكاك خسر القضيه. علاش؟ لان قضيه حق، وهاد الناس هادو راه عندهم كل الحقوق والوراق كلها تفيريفيات وكل شيء مشي على في امان الله، والسيد خدا 17 سنه. ولكن انا السؤال اللي كنطرح، هاد السيد هذا خدم بوحدو، نصب بوحدو، هاد المسائل هادي بوحدو، باع بوحدو، ما يمكنش. راه كاينه منظومه، متابعتي راه كاين موثق، متابعتي راه كاين المحافظه العقاريه، متابعتي راه كاين هذا، فراه ما يمكنش يكون تلاقى مع هاد الناس في قهوه وباع وشرى معاهم وعطاو فلوس في الشاكوش ومشى بحالو. راك في دوله، قصدي راك المؤسسات ديالها اللي كتحميها، وكتحمي البائع وكتحمي الشاري وكتحمي اللي مطالب بالحق واللي واخد الحق، كلشي كياخذ حقه. في النهايه كنوصلوا لواحد النظام قضائي اللي خص كل واحد يدي فيه حقه، ظالم ولا مظلوم كيخص تاخذ حقك. وهنا غادي نرجع للسي محمد متزكي، بغيت غير نفهم ديك القضيه ديال السيد غادي بوحدو، واش بغى يهزها بوحدو ولا كيفاش؟ اولا هذا الموضوع واكبته منذ 10 سنوات، وكنت من الأولين اللي حتى محامي ما كان تيبغي يدير شكاية للضحايا، يعني حررناها بيدينا وديت الضحايا للأستاذ مطار وطبعناها. هذه 10 سنوات، يعني باش تعرف الخطورة ديال المافيا اللي كانت استولات على 200 شقة ديال شاموغيل روموندي ولانكس ديال تيران، وكانوا يصولون ويجولون. فالناس كما شرحتي في الحلقة ودابا تبنت الإدانة، الخطير في الأمر أن كما قلتي أن هاد حي مصطفى مشى لوحده. علاش قدموه لوحده؟ باش ما تكونش تكوين عصابة إجرامية هذه بعيدة. أين هو الموثق المكتفي اللي هو تمت الإدانة دياله ودوز الحبس ب 12 سنة على الفيلا ديال الدكتور بريتسو في عين ديال، ومع هاد الأشخاص معاه شكون؟ حي مصطفى في الإدانة، ونقديش بالقاسم اللي ما كاينش. حي مصطفى راه هو تمت الادانه ديالو، باع واحد الجزء ديال الشقق، لكن حتى الشريك ديالو في الاجرام راه باع شقق من هذا القديش بالقاسم فوق ريوس عباد الله وتسلموا. يعني هناك جوج اللي مطورطين في 200 عقد. ثانيا المكتفي تم الفصل ديالو محكوم 12 سنه فينا هو. ثالثا اين هو واحد الشخص هو لابوات نوار ديال المافيا كلها، هو خالد ابو الهدى اللي كان منتدب قضائي وتم العزل ديالو في 2015 من دخلنا في الرباط، وكان مكلف بالتصفيات ديال تركات الاجانب في محكمه تجاريه، وكان منتدب قضائي ومتابع رمحوت.
والغريب في الامر ان هو اللي كان وراء الفيلات اللي في اونفا ديال هذوك 21 فيلا 13 فيلا دارهم في الاسم ديال الام ديالو هو ام تورف. دابا كيدوز واحد الملف هاد المحامون بغيت نعرف شكون خلصهم اولا لان حي مصطفى في نفس المحكمه دابا كيدوز على واحد الملف هاد الملف ديال الفيلات وشنو هو ديال اشنو كيطالب تيطالب المساعده القضائيه ما عندوش محامي ايوا كي المساعده القضائيه كيعطيك محامي واحد ما كيعطيكش اربعه لا دو يعني ما عندكش فلوس اوكي كتطلب محامي ديال حيت الحق القانون تيضمن لك الحق الدفاع الا ما عندكش محامي المحكمه كتعطيك واحد محامي من واللي كتخلصو فكيف يعقل ان الشخص دخل دابا غتلقاه كيطلب المساعده القضائيه في واحد الملف ديال 11 13 فيلا اللي زورها ومتورط ديال فينيكس كاييس واللي كاين فيه خالد ابو الهدى ولا بواط نوار لانه كان منتدب قضائي وتم الفصل ديالو وعنده شقاق عنده مغازا وعنده شقاق في روموندي خداهم من الموثق من هذه العصابه على اي كيف يعقل ان اربعه ديال دو باطو اكس باطوميي واربعه من اكبر المحامون اللي كيجيو باموال طائله جاو كيرافعوا على تحيم في جلسه وفي متابعه اخرى في نفس المحكمه هو كيطلب المساعده القضائيه يعني تناقض واحد في واحد القضيه ما عندوش الفلوس وفي واحد القضيه لاباس عليه ودير اربعه ديال المحامين لا خصنا هذا اللغز هذا لماذا لان هناك اتفاق مبرم به بانه يتحمل المسؤوليه انا ما نبغيهاش ليه صراحه باسكو يا كل شيء يدخل المتورطين يا سنبات سولس نعم ان الادانه ربما تكون تما شي تفاهمات داريال متفاهمين على شي حاجه بيناتهم ولا ما تقدرش تعرف ما يمكنش كاين متابعه الفرقه الوطنيه تبتات ان الموثق كل شيء مزور والموثق عنده الادانه ديالو في ملفات في نفس الملفات في الدكتور ديال بريسو ديال الفيلا ديالو وعقارات اخرى يعني مافيوزو معاهم فينا هو ما كاينش وفينا هو الشريك ديالو حنا عارفين شكون اللي واقفين وراه فلهذا ومن استفاد من المستفيد من هذا الاجرام حنا ما كيهمناش حنا خصنا اللي يستافد واش انت كاين نعطيك مثال كاين واحد المحل التجاري تماك ديال المرحوم اللي مات من غبينه ديال الجزاره وواحد حكم عليه واحد القاضي بالافراغ ونفس القاضي خدا جوج شقاق تماك هذا راه ماشي غير التنافي لا خصنا راه كاين يعني نجبدوا العقود راه تلقى عش يا اما يكون انا على ما سمعت السي متزكي هو ان هذا المشروع هذا كاين واحد النسبه كبيره اللي واخدين فيه كلهم محامين وقضاه ومنتدبين قضائيين و يعني ناس كلهم عندهم علاقه بالقضاء فعلاش هذا السيد هذا باع لهاد الناس هادو واش باع لهم على اساس انهم غادي يحميوا المشروع ويحميوا القضيه من بعد ولا يعني كاين تساؤلات كتطرح في هاد النطاق اولا هاد الشخص هذا هو الغديش وحيم مصطفى هادو شكلوا واحد العصابه اجراميه ديال السطو راه تابعوا في 31 ملف رسم عقاري يعني هادو استدرجوا يمكن عطاو شقاق بتأتمينة رمزية وهي مسروقة هذا هو المشكل ما عطاوهمش شي حاجة ما مسروقاش بعشرات المليون الشقة واش كاين شي شقة في أنفا في راسين في الدار البيضاء بعشرات المليون عشرات المليون في سنتيم سنتيم نعم خذ لي معك شي عشرة ان شاء الله باش ندخلو ياك هادشي اللي بقى وعلى اي 100,000 درهم في العقود وهادشي راه عندنا العقود عندنا والخطير خصنا دابا تعميق البحث هذا هو المطالب ديالنا حنا هادشي يتلي الصدر انه تمت الادانه ديالو لكن ما كنبغيوهاش ليه بوحدو اي ولكن بلاتي دابا انا غير عندي واحد السؤال هنا علاش الدوله اولا المنظومه القضائيه دانتو هو وخلات الاخرين ما ذكراتهمش والا كانوا تذكروا علاش ما جابتهمش والا ما لقاتهمش انها ما جابتهمش علاش ما حاكمتهمش غيابيا هذه كلها اسئله كتصح وهاد الناس هادو سي سور اكيد انه وراهم شي واحد اخر اللي كيحميهم حيت ما يمكنش تخلي واحد ياسر ويجول وكينوض لك بالفلوس كلها
والسمعه ديال الدوله كتقاس، والثقه ما كتبقاش في القضاء، والثقه ما كتبقاش في الاستثمار، وتخليهم كيجي قلتي جوج الناس، جوج الناس، جوج الناس من وضعيه هذه الحريره هذه كلها ما يمكنش. انا نمشي معك، نمشي معك نمشيو من الوسط، كاين مسؤول قضائي ولا محامي مشى بحسن النيه، ملي كتعرف بان ذاك الشخص مجرم ومدان وهو مافيا ونايض عليه قيامه وطنيه ودوليه بزاف الجزيره ما خلينا ما درنا، لكتي عندك نقطه ديال الضمير الحي غترد لهذوك الناس، لان هذيك الاسره تشردات يتيمه خليتي لها الشقه ديالها، يتيمه الابوين جبتي لها حكم بني على ذاك لاكت اللي عطاك ذاك الموثق مزور السند ديالو هو الزور، وخصوصا ان المحكمه حكمت بهذيك الوثيقه ديال الوصيه كلشي مزور لانه مثبوت راه حكمات المحكمه، لكن خصها تحكم لماذا ما حكمتش بتدمير العقود اللي تبنات على هذه الوثيقه، كما حكمت على الفيلا ديال الدكتور بريسو، كما حكمت على يعني ملفات كتحكم المحكمه، وعلى الفيلا ديال كمال حكمت بان هذوك الوثائق وما يترتب سكي سوي سي دو فو، ما يمكنش تخليهم غاديين، لهذا علاش ما جاش هذا النوطير خصو يتحاكم، وخصوصا انه مدان 12 سنه في الفيلا ديال عين دياب يعني مع نفس العصابه، عنده سوابق اجراميه، وعنده ديال واحد تويي اللي تلقى مقتول واحد الفرنساوي، هذا ملف خطير تشد فيه واحد الشخص بالقتل 30 عام ما داير والو، الفيلا ديالو ولات هو اللي حرر لاكت، راه شوف راه عصابه مجرمين خطيرين، والدوله انا كنشكر صراحه الدوله اللي ناضت هذاك، انا شفت هذه الاخبار كانت الاستعلامات في هذا الملف يعني ما داش، وكنشكر التحدي اللي تحدى وناض من نطيب هذيك القضيه، فالتطبيق السليم، ولكن غير في شخص واحد لا، حنا بغينا هاد المحامون اللي جاوا بربعه باردون شكون خلصهم، ما يمكنش، كاين مطالبه بالمساعده القضائيه في قضيه اخرى. اوكي كاين واحد اللعيبه ديال واحد 5 المليار دايره في هذه القضيه، هذه اللي ما تفهمات ليش انا. الوغ هذه لقيناها من كنا في 2013 درت وقفه امام على سجيد عطى 5 المليار، سمعت عطى 5 المليار من المدينه من مليون درهم المغاربه، لا ديال المدينه، كانوا شاموغيل عنده لانكست في دونور واحد الارض، كانوا هذه كتستعملها الجماعه ديال لونتريمون، هذا منين زور هذيك الوصيه وحنا مقدمين دعوه ونايبين وهذا، مشى دعا استعجالي للمدينه، دعاها قال لهم الاستغلال كتستغلوا لي ديالي حي مصطفى هذا، ودغيا خرجوا له التعويض ديال 5 المليار وتخلص فيها على ارض ماشي ديالو، هو غير استغلال، واش كاين شي والمدينه ما كلفتش نفسها بل اللي تستنفات هذاك الحكم، يعني هاك ارض ماشي ديالك تقول لهم هذه راه ديالي، المليار ظلمتوني 5 المليار من جيوب، هذا سجيد اللي كان عمده، نعم يعني والمدينه راه عندها المحامين ديالها، عندها كيفاش فيريفي، تاخذ شويه ديال الوقت، ماشي راه كاين فضائح الداخليه راه دابا نايضا الفضائح ديال التقاليد بسوء نيه بسميه المدينه وبالترام، راه شوف راه خاص تكون شي لجان، ما بقاش لان القضاء خاص تكون لجان مكلفه اللي كتاخذ الملف، وانا طلعت على الملف ديال المومنيه هذاك الشيء خطير جدا، خاص تاخذ ملف لجنه فيها الامن فيها القضاء فيها بركه وحده ويترونش، باسكو كاين الادله ويبقاو يكذبوا عليك ويجرجروك سنين وكل شيء ثابت، انت كتشوف ديال راه حتى المحاكمات راه خصها تكون شويه صارمه، يعني الا بقاو غاديين في ذاك المسار ديال مثلا قبضتي شي حاجه على شي واحد تصيفطوا للتقاعد او لا دير له مثلا متابعه في حاله الصراحه، راه هذاك اللي موراه اللي غيشد المسؤوليه واللي غيشد المنصب ما غاديش يخاف، حيت غيقول نسرق مع راسي التنعيه في التالي غيصيفطوني في حاله الصراحه ولا كذا، خص اي واحد طاح تصادر الاملاك ديالو كامله ويمشي للحبس، باش هذيك البوست يعرف بلي هذاك اللي قبل منه شنو دارلو شنو دارلو، خص يكون يعني فهمتي احكام زجريه اللي غادي تحبس هذا الشيء. اولا انا كنعتقد بان المنظومه القضائيه خصها تحمي نفسها، اولا تحمي نفسها من هذه الاختراقات، لان اي واحد في ايطاليا مثلا كان واحد القاضي
سكيلاتي واحد القاضي كان عقل حنا نشوا وتبتوه عطاو 12 سنة ماشي عزلوه 12 سنة وطلقوه في لا راي في لا تيليفزيون في يعني احنا متبرئين من هذا الجسم القضائي يعني راه موراه صعيب واحد القاضي بحاله غيدير نفس الغلطة حيت كيعطيك المثل ولا كيضرب كيخليه يضرب به المثل ونعم وهنا غادي ندوزو للقضية ديال السي خالد مؤمني اللي انا وحده من القضايا اللي شحال نقول ما فهمت فيها والو باردون غنكمل غير واحد انا نفس الاشخاص السي هشام راه هاد حي مصطفى مع هذاك خالد ابو الهدى في هذوك الفيلا 13 فيلا وتبد الزور متابعين وهذه 6 شهور خرجوا واحد الاسره راه من نفس الفيلات حيتوما جا واحد الشخص قال لك شرا وفرغهم ورثه ديال الصفر راه يلا مازال فرغوهم راهما في الشارع هذه واحد 6 شهور يعني هاد النزيف ديالو هاد النزيف هذا ما بغاش يحبس المهم انا القضيه ديال السي خالد مؤمني علاش اكدت على انه يطلع معنا لايف وعلى انها دوز تحدي لايف نعم اغرب القضايا اللي شفت انا وكتقرا وتقرا وتقرا وتشوف هادشي وكتقول واش ياك ما السي المؤمني راه كيزيد علينا في هادشي ولا ربما شي كتبوا بيدو طبعوا بيدو سنا بيدو راه خارج من الخيال كتلقى الاحكام تصدرات وتستنفات وتحكمات لصالحه وعاود مشيت للنقد تحكمات لصالحه قال لهم خرجوا الخبره الاولى لصالحه الخبره الثانيه لصالحه الخبره الثالثه لصالحه جا الافراغ فاش كيجي الافراغ كيجيو السيد كيقولوا له خصك تفرغ كيقول لهم حقا انا ماشي هو الاسم اللي كاين بحال قلتي دابا مثلا انا سميتي جيراندو هشام الورقه ديال الافراق جايه فيها هشام جيراندو كنقول لك لا ماشي سميتي انا سميتي هشام جيراندو ماشي جيراندو هشام وسير عاود انت لا بروسيدير من الاول عاود الدعوه من الاول وتخرج الخبره وفاش يجيو اخوي الراجل كيقول لك حقا يعني بحال قلتي انا دابا غنجي ندير لك الفيلا ديالك ونهار يجيو باش يفرغوني نجيب خالتي نحطها تما وتقول لهم راه لا راه ماشي هشام اللي هنا واش الافراغ انا بغيت غير نفهم واحد القضيه واش الافراغ فاش كيجي واش كيجي لاخلاء المكان اولا لاخلاء الاشخاص حنا اونصوفو حيت مادام حكم طالع خصو يجي باش تخوى ديك الفيلا غتخوى يكونوا ساكنين فيها حتى الجنون تجي نلقى فيها السبوعة خصني نخويهم ما كيهمنيش انا شكون ولكن زعما سي غريب هادشي غنخليو السي خالد مؤمني يهضر انا باغي ندخل واحد الكلمه السي هشام راه كيفرغوا غير الناس 12 اللي الفقراء كيخرجوهم الناس اللي ما عندهمش حيال وما عندهمش تدخلات راه في 12 الليل تيرميو عيالات عجوزات راه شفناها نعم السي خالد تفضل قصه طويله ديال السي خالد غادي نمشيو معها دقه دقه نعم سيدي اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافه ديالكم مرحبا و كنقول لك انا شويه مرتعش لان هادشي اثر عليا في الصحه ديالي وفي الدماغ ديالي وفي التفكير ديالي ولكن التجأت لكم باش ماشي تعاونوني ولكن تنصروا الحق تقلبوا على الحق لان الحق يعلى ولا يعلى عليه. انا سيدي مظلوم في مدينه مكناس من طرف عائله الطاهري الحاج الله يرحمه. أنا مشيت لكندا في عام 99 وديت وليداتي وسكننا في كندا وكانوا شي أحوال فاش طلب مني الدار يسكن فيها واحد المدة ريت ما يوجد الدار ديالو اللي كتبنى حدا لوتيل ترانزاتلانتيك. أنا على ما فهمت السي خالد غير اسمح لي قطعتك على ما فهمت هو كان صديق ديالك كان صديق ديالي وكان بغى يبني الدار وعيط لك قال لك اودي أيه قال لي واش تكري الدار ديالك اللي غتخرج منها ولا غتبيعها قلت له ما غنكريها ما غنبيعها فهمتي ودخل لها ودخل وليداتو وجلس وقلت انا بون انا في كندا مع ولادي وداك الشيء والدار غنخليها كتهمج بوحدها خليه هذا صديق وداك الشيء وبيناتنا هادشي راه خير هادشي راه خير ما كان خير حاجه خير فهمتيني ايوا على عين بقى في الدار انا مشغول هو مشغول ساكن هو وليداتو والعائله ديالو والناس ديالو وواحد الوقت ملي دخلت كاريمون دخلت انا والسيده ديالي الله يرحمها دخلنا المغرب
جيت كنطالبو تنقول له اعطيني السويسات ديالي ندخل لداري. بدا تيقول لي انا مازال ما وجدتليش الدار ديالي. واحد النهار فعلا مشيت معاه، مشيت عنده حتى المكناس هزني في الطوموبيل ديالو وداني حتى للدار حدا لوتيل ترانزاتلانتيك، وقال لي ها انت كتشوف ها هي مازال ما كاملاش. قلت له لا ما كاملاش، هذه 10 سنين ولا 12 عام وانت ساكن لي في الدار ديالي، دبر راسك انا دابا عطيني الرزق ديالي. من بعد انا مزوق فيك، صبر عليا ما صبر عليا. فوالا داز واحد المده، واحد الوقت انا عييت كنطلب كنطلب كنطلب، ومشيت للقضاء والقضاء نصفني اعطاني الحق، وهو في الحياه ديالو اعطاني الحق وحكم عليه بالنفاذ المؤجل، الافراغ بالنفاذ المؤجل. وراه عطيتكم التاريخ فوقاش فوقاش كلشي 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 مهما دالو سميتو لويسي جوستيس، دالو تبليغ قبلت هذاك التبليغ بحال هكا، وشافو قراه قال له ودي اسمح لي انا ماشي هو هذا اللي كتقلب عليه. علاش؟ قال له انا سميتي الطاهري الحاج، وانا هذه الدعوه في سميت الحاج محمد الطاهري. واخا غلطنا ماشي مشكل، غلطنا وعودنا من الاول، خص المحكمه تنصفنا، حنا غلطنا غير في سميت محمد ما خصناش نديروها، خصات تعاودي تحكم لنا لو بلوتو بوسيبل. بقى داك الشيء غادي بسعاده، وهما تبارك الله بالتدخلات ديالهم دغيا كي دفع الميل في المره الجايه الفوق هذا، من بعد هذا الشهر الجاي الشهرين الجايه كيدخل الميل في المداوله، كيمشيو كيلقاو شي سبات يقولوا عندنا ما يفيد، وبقاو كيجيبوا. جابوا لنا بالاولى هذيك بروميس دو فونت مزوره كتقول باع، وقلبنا فيها وقلبنا على لا سيناتور في الجامعه، وداك لا ليغاليزاسيون ما كانش كتعني داك لا بروميس دو فونت نهائيا. الناس لحد الان هذا الا ما كانوش عاوتاني خرودوا فيها ما نعرفش، ان توكا ما كاينش. حنا تنطلبوا النسخه الاصليه، هادشي اللي كيطلب لافوكا ديالي، عاد اجيب النسخه الاصليه واجي اخويا انت هو اللي رابح. عمرها ما كانت النسخه الاصليه. داز هذيك المحكمه ما قالت والو، عاوتاني بداو الجلسات عندي عندك عندي عندك، عاوتاني دخل المداوله، عاوتاني جاو خرجوه جابوا سيدي شهادات عدليين من مكناس بانه السي خالد المبني جاء عندهم نهار شهر نوفمبر، عندكم التواريخ، وجا هو وبنته وفاق والسيده ديالو ديك الساعات مازال بالحياه ديالها، وجاو عند العدول وباعوا الفيلا ب 400 مليون ما نعرفت. وراه السي خالد المبني خدا الفلوس ديالو حقه وحق القصيرين ديالو ولادو، ووفاق بنته خدات حقها ومراته خدات حقها. هذاك الوقت وقت القرايه، بنتي كتقرا في موريال، انا عندي ما كايناش كاع اصلا تبيت انها كانت في لونيفرسيتي، فهمتي؟ ما يمكنش دخلوا المحامي ديالي طلب قضيه التوثيق ديال مكناس، راسلو ولا ما عرفتش كيفاش داك الشيء، تيقول له هاد الشهاده العدليه ديال هادي يقول لي شنو هي. جاوبو قال له هاد الشهاده ما عندناش نهائيا مسجله، ما كاينش نهائيا. ملي بحثنا لقينا بان داك جوج العدول واحد فيهم توفى واحد فيهم بالحياه على قيد الحياه، حنا تعرفنا في داك الشيء اللي جابو، فاذا به المحكمه كتامر العادل الثاني اللي بالحياه يجي. جا وشهد، وكنت ديك النهار انا في المحكمه كنسمعو تيقول لهم انا هادشي ما عمري ما شفتو، وخلي المبني ما كنعرفوش وبنته ما كنعرفهاش ومراته ما كنعرفهاش، ما كاينش انا عمري ما شفت فهادشي. وعندها الوثيقه عاوتاني اللي كتقول ما مسجلش داك الشيء في المحكمه، يمكن لك شيء تجيب شهود عدليين وهذا. وان بلوس حتى الا بعنا وبعنا ب 400 او 600 او بمليار او ب 100، راه كاين موثقين، كاين اللي البيع والشراء كيكون عند البيرو ديال النوتير، ما تيكونش بهذا بهذه الطريقه هكا. وهذه الطريقه هكا واخا كانت، اعطيني يا سيدي ما يثبت انها تجلس بالمحكمه، ما كايناش. حاجه اخرى تيقول لك يا سيدي نجيبوا شهود، جابوا شي 16 شاهد ولا 18 شاهد، كلهم كانوا تيخدموا في المقاوله ديال الحاج طاهري الله يرحمه، خدامين عندهم. واحد في غير البانليو ديال مكناس، لا بانليو ميم با هذا، واش انا بعثو معاه وشريتو، كانوا جالسين داك 16 ديال الناس شاهدين بانني نبعث له الدار. بون هذيك المحكمه ما قبلتهاش، رفضتها.
الحاجه الثالثه نادو دابا خرجوا او ثاني الدوسيه من المداوله او ثاني يقولوا بانه ذاك الدار اعطاها لهم خالد ممني ما كملاش بالبني وهما راكم معايا يا كوسيدي لا انا معك كنسمعوا كنسمعوا بيان سو كنسمعوا وهما اللي كملوا البني باهم في الحياه ديالو بانه هو اللي بنى هو اللي حفر لا بيسين هو اللي دار الغازون هو اللي دار التأسيس هو اللي دار كل شيء وتيطالبوا تيقولوا بان تيتقام عليهم ب 4 مليون ديال الدرهم لان نحسوا بان المحكمه غاديه باش تفرغهم اسيدي شنو بغاو طلبوا خبره وهما يخلصوها جات عطاتهم المحكمه الخبره جات الخبره عند الخبير استدعانا كلنا جيت انا والمحامي ديالي استاذ الاجراوي والابن ديالي وجينا لباب الدار الدار ديالنا وحنا في الزنقه فيها كنساينو العائله ديال الطاهري شحال ديال الطاهري ما جاتش هذاك سي الخبير كيعرف عرفتي المدينه صغيره كلشي معروف عنده التليفون ديال ولدها ولدهم عنده التليفون ديال لبنى الماريشاله الكبيره ديالهم هي اللي كترقص عليهم عيط لهم ولبنى ما جاوبت شاي الاخر ولده المهدي اكرم جاوب قال له ودي راه حنا حقا ما كاينينش في البلاد حتى نجي ونجي عندك باش نتبلغ عمرو ما جا تبلغ وانتم طالبين طالبين الخبره وخلصتوا الخبير وعيط عليكم الخبير وما تجيوش باش تبينوا داكشي اللي نتوما درتوه في داك الدار على اين انا ملي كنت مشيت عند الخبير انا عطيته الوثائق اللي عندي كلهم بما فيهم خمسه ديال لي زيكسبيرتيز ديال دي ديفيرونس اكسبير كي اون ايتي نومي بار لو تريبونال ou la par une banque qui voulait faire l'hypothèque à la dar ديالي pour les acheter. عندك الاسماء ديال الاخر عندك راه عندكم كلشي تما الاسماء ديال الخبراء يا بودي عبد الحق كلهم عندي كاملين ومنهم واحد الخبير كتب لي تيتر ميزون دو متر ميزون دو متر زعما سا فو دير كلكو شوز عندنا خبره ديال سي احمد طاهري اللي هو الاخ الشقيق ديال السي الحاج الطاهري حسب لا شي 8 مليون درهم ولا 7 مليون وشي وعندنا الخبرات اللي تيعطيو ديسكريبتيف ديال الدار ها لا بيسين اون فورم داريكو ها لا باليستراد ها هادي ها هادي شحال ليطاج الخشب شنو هو نوبل داكشي كلشي راه عندكم هذا وعباد الله وهاد الخبرات كلهم وهما عند الخبير كلشي 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 إيه ولكن نحن شنو قلنا بهم هما تيطلبوا 400 مليون هما رخصهم هما خصهم حسب بلا ما نزيد نكثر هادشي راه الظلم الاحمر هادشي هذا وهي النفوذ ديالها لان كانت برلمانيه وباها كان برلماني وعندهم حتى هما الاتصالات ديالهم الله يكمل عليهم حنا ما حسبناهمش ولكن ما تديرش النفوذ ديالها ولكن الخطير في الامر الخطير في الامر على ما فهمت السي خالد هو ان هاد بنته هادي اللي خدامه في المدينه ودير هاد الكوارث كلها واللي كتغطي وكتشري وتبيع في المحاكم وترون راه حاولت على انك انت كمستثمر مغربي راجع من كندا درتي مركز ديال الالعاب من اكبر المراكز ومن المراكز الوحيده الالعاب الرياضيه ديال الاطفال وبديتي خدام ويا هي اللي وقفت لك البروجي اللي انفيستيتي فيه شحال مليون انفيستيتي فيه وسمعت بان المدينه محتاجه المراكز ديال الترفيه الاطفال بحال هكاك جابك عصف في الرويضه مع انك عندك الترخيص شوف كبير في نص ديال هاد السيده هذه وبغيتكم تزوروا هاد المحل وتشوفوه مودرن والناس فرحانين والتلاميذ الاطفال فرحانين وباواتهم وماواتهم فرحانين تيقول لك درتي لنا هذا المشروع باش ولادنا ما يمشيوش يديروا الشيشه ولا الحشيش ولا يديروا ولا يديروا ولا يديروا وناشطين وحنا ناشطين عندنا رخصه في العمده القديم سي بوانو عندها رخصه كيقولنا بانه كيمكن لكم ديروا هذا هاد السيده قالت لك هذه ماشي رخصه هذه غير شهاده انا ماشي شغلي انا مواطن انا جبت ولادي يكون من كندا سي خالد سي خالد في القانون المغربي في القانون المغربي شي فاش كديبوزي رخصه داك الروسي الا ما جاوبوكش واحد الامد محدد كتعتبر رخصه الروسي غير الروسي دو ديبوزي تعتبر هذا القانون انا جاوبوني يا سيدي عندي دابا السؤال انا اللي كنطرح هنا
شنو هي الرساله اللي كيعطيو هادو للجاليه المغربيه المقيم بالخارج اللي كيقول لك حنا بغينا ندخلوا للبلاد هنا وما يجيوش انفيستيو وما يجيوش. انا ندمت جن كندا حط فلوسه. انا ندمت بالرب العظيم الا ندمت ندمت. انا جبت ولادي وحببتهم المغرب لان جوج اخرين بقاو تما تلفوا لي صافي واحد تلف وحده مازال تما وجبتهم وفرحتهم وديرهم للستاد وتفرجوا في الكره وتشوفوا ليكيب ماروكان ولاو كيشهدوا بالمغرب. مع ذلك دازوا 12 عام هما صغار ما يعرفوش المغرب كاع وجيت ودرت لهم الاستثمار وكيخدموا. بعت جوج ديور ديالي في كندا وجبت الفلوس وعندي ما يثبت انني دخلت الدوفيز للمغرب وعندي ما يثبت لي فاكتور باش صوبت هادشي كله. وتجي هاد السيده حيت هي في لا كومون حيت هي خصها تكون مجيت الرئيس باش تصوت عليه لان حتى الرئيس راه استقبلني وعطاني الصواب وقال لي سي مبني انا رفيق ديالك سي مون افير عندي مشكل مع لبنى الطاهري راه ما غادي. قلت له الا كنت لبنى الطاهري اللي كتحكم تما راني انا عمري ما غيكون عندي اون اوتوريزاسيون. قال لي انا غنهضر معها حبيا راك عارف حنا السياسه وهذه 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 ولا ما بغاتش والله حتى نسنيه لك وما قدرش يسنيه ليومنا هذا. ودرت لهم رسالة استعطافية حطيتها لو 2 نوفمبر ديال هاد السنة ولا قبل ولا ما بقيتش عاقل. تنطلب منهم عطيوني 90 يوم ونصوب لكم عاوتاني ورق اخرين ونصوب لكم وعاوتاني ديروا لنا عاوتاني اون اوتوريزاسيون جديدة لان هذيك ما معترفينش بها لان يمكن ماشي ديال الحزب ديالهم ولا ماشي ديال صحابهم ولا هذا هذا. اي بي بيان سور هي النفوذ ديالها واش انا معاها في المحكمه هذه 6 سنين وهي تجي تخرجني من المحل ديالي وتوقفوا لي ما علاش زعما علاش بوكو انا ماشي مغربي ماشي مؤصل راه ما يمكنش هادشي بزاف. يا انا ما راك تمشي تقتل تستغفر الله العظيم وتمشي للحبس وتقول جمفو. ودابا انا ولادي جالسين داروا الام بي اي ديالهم عندهم الماستر ديالهم عندهم الامور ديالهم وما كنت بغيتهم انا يكونوا سالاري ودرت لهم هذا البروجي وخدامين فيه وهذا مازال ما كنبغيو فيه والو ولكن كنقولوا حنا المستقبل ديال المدينه وديال المغرب الحمد لله الاستثمارات كاينين وكاين لي تا دو بروجي كي فون سو فير في لو بيي دونك غادي يكون لا فالور اجوتي والناس غيكون عندهم لو بوفوار داشا باش يجيو ويجيبوا وليداتهم حتى هما يتريضوا ويكونوا دي زاتليت ويكونوا. ولكن جي هاد السيده هادي توقفني انا معاها في المحكمه حيت انا غنخرجها من الفيلا ديالي والشهود يجيو يشهدوا. ودرت فيها حفلات ديال خدت الجوزه ديالي الله يرحمها وجات تزوجت مع انا امريكا عندي في الدار في الفيلا وعندي لي فيديو بالتاريخ ديالهم وعندي لي زوركستر وعندي الناس اللي خدموا والناس اللي جابوا العودان والناس اللي زاروا هذا وعندي لي فيديو مصورين العائله ديال الطاهري. لا ولكن بلاتي سي خالد بغيتك تزيد ديك المساله اللي قلتي ديال لابيسين اللي قالوا لك حنا مختار الفيلا ما كانش فيها لابيسين راه زدنا لابيسين وكلفنا ما عرف شحال مليون ديال الدرهم وانت الفيديوهات القدام في العراس كلشي عندك فيهم الناس على لابيسين الفيديو ديال العراس ومازال فيهم في لابيسين كيتبان اون فورم داريكو وعندي العود داخلين به المختون ولدي ديك الساعات سليم ولدي عنده 7 سنين في 98 دابا راه عنده 33 عام وداخل دخلناه في العود هو ولد خالته ولا ولد حبيبه ولا اش كيجيه في العود وبين لابيسين وبين لوركيست ولا ماري لوركيست مستعدين يجيو هذا وماري تريتور مستعدين يجيو يقولوا بان وعندي لا فيديو ديالهم ديال لبنى وديال اختها وديال خاهم وديال ولد عمهم ديالهم كلهم في الدار ديالي جاوا كاصدقاء معروضين ويجي يقول لي انا عطيتهم الدار كركاس احنا اللي بنيناها وحنا اللي زيناها وحنا اللي درنا لها وداك داك لي زيكسبير اسيغمونتي شنو كيسواو وماشي انا اللي طلبتهم يمكن وحده اللي طلبتها انا كنت طلبتها واحد الوقت انا طلبتها السي احمد الطاهري الاخ ديال الحاج الطاهري اللي كان جا دارها سيلو ما دوموند وديك الساعات كانت لا فيلا مازال ما كاملاش هذا الطريق غادي تقراوه في داك في داك في الخبره ديالو كان ديك الساعات اون فينيسيون ودار لها 750 مليون 6 مليون و 100 درهم الا يجيو هذا زعما هذا نجي انا نبيعها ب 400 مليون ونقبض الفلوس وما نمشيوش عند النوتير نمشيو غير عند جوج العدول وواحد فيهم مات والاخر تيقول لك انا ما عمري ما شهدت في هذا الشيء ونمشيو للمحكمه وتقول لنا هذا الشيء ما عندنا ما مسجلش
ونجيبوا الكومبومي دو فونت ونلقاوه مزور بزاف على هذا. لا لا ميلف شنقولك الصراحه ميلف بزاف على هذا. يا نعم يا نعم كارثه بكل مقاييس. انا هي اللي كتحكم في البلاد كارثه بكل مقاييس. لا احنا دائما تنصر سيدنا الله ينصر سيدنا الكلمه ديالو هي العليا. شنو رايك السي المتزكي في هذا الشيء؟ اولا انا هذا الشيء ما كيصدمنيش في التعامل مع مغاربه العالم. انت صافي انت درتي الفاكسين. لا كان لا كان عندنا واحد الملف في هذه الطرق. انا كنشخصي الطرق. نفس القضيه طرات لواحد العائله من فرنسا مغاربه العالم الدوله كاع الممتلكات ديالها بهذه الطريقه في امزميز. هاد السيده كانت دارت غير نعطي انا بيرشي كانوا داروا ان كومبرومي دو فونت ب 40 مليون كانت باغا تبيع واحد البيتيت فيلا مبنيه بهذاك بالبيسين بكل شيء والشيء صديقه ديالها ما وفاتش بقات الى ايتي سكواتي شي 10 سنين عاد باش المحكمه خرجتها. ملي خرجات مشات جابت خبره بانها عودتها كامله وعندهم لي فيديو ديالها وكل شيء وطلبات 4 فوا لو بري ديال لا فيلا ومشات دات لهم كاع هذاك الشيء اللي عندهم دات لهم كل شيء. يعني هاد مغاربه العالم هما الحلقه الضعيفه في هذا الوطن خصنا نعرفوها وخص هذا الشيء يتغير. هادشي اللي كيطرا السي مومني راه فريمون جرائم ضد الانسانيه. نزيدكم حاجه اخرى السيده عندي انا بارتمون في مارينا شري مارينا سمير في الشمال شريف في 1993. هاد دابا هاد اليامات حتى كنلقاو بانه حتى هو جاو لعندنا وداروا دعوه في المحكمه ديال تطوان وتيطلبوني باش نجي نكمل معهم اجراءات البيع مزورينو بنفس التزوير بحيث داك الوثيقه ديال بروميس دو فونت اللي داروا في الفيلا ديالي ديال مكناس داروا نفس التزوير. الخبراء كاينين نفس التزوير بانني بعت لهم داك لابارتمون ودابا كيطالبوني باش نجي ندير معهم اجراءات البيع وبان وانا داك لابارتمون الي ايبوتيكي غادي يمشي في ليبوتيك ولا شاد زعما بوكو سي المبني انا شرحت لك المخطط ديالهم. لكن الخطير في الامر ان القاضي ملي قال له العدول انا ما سنيتش كاين تزوير ايه من تما كان يعتقلهم. ايوا انا داكشي انا كان انا كنت اولا هادشي خص انا كان رئيس المجلس الاعلى فرضوا سي المبني ولا عمرني السي المبني واحد فيهم الا لكن هيطوا عليا وسولوني اما عمرني ما مشيت والله ما نعرفهم حتى كي دايرين. السي المبني ملي وقف العدول اللي هو قالوا سنا صو قدام القاضي ايه وشي الاخر خليني ليغاليزاسيون ما كايناش دابا غير ليغاليزاسيون ما كايناش حتى هذيك ماشي سي المومي مين يتكلم خليني نسالي الجمله وخذ وسمح لي راني مرتاحش انا اسمح لي ملي عارف ملي كيكون داتشي دوزناه دابا انا كنشخص هذا القاضي هذا علاش ما اعتقلهمش اولا ثانيا التنفيذ ملي كيبغيو ينفذوا العصابات راه كيرميهم مع 12 الليل الناس ينفذوا هاد السيد علاش ما تلفتش ليه الحكم ديالو؟ ثالثا ان كيف يعقل ان هاد السيد مستثمر وعنده الرخصه ديالو من بوانو شفتها وعنده وتجمد ليه هذه وهي كانت استغلال النفوذ شكون هي وفينا هو وزير الداخليه فينا هي الوزاره المراقبه فينا هو السيد ما بغاش يستقبلنا العامل انا كنقولها انا راه عيطنا للعامل باش يستقبلنا وقلنا له لو سوجي هذه 10 ايام ما ردوش علينا غادي نعيطوا لكم تشوفوا السيد العامل ما يمكن انا با دغوا حنايا لان ماشي من الاعيان ديال البلاد سي تو لا لماذا خا يكون اعيان اي مواطن عنده الحق وصاحب الجلاله اسمح لي صاحب الجلاله كيستقبل الجاليه ايوا يستقبلها في الموانئ كيستقبل الجاليه المغربيه شكون العامل اللي ما يستقبلش والله ما جاوبوا وحطينا رساله الاستعفاء حتى في العماله ومشى البيرسونيل عندي 18 ديال الناس اللي خدامين سي متزكي 18 ديال العائلات كنطالب من السكان باردون سي كنطالب من السكان ديال
مدينة مكناس في حق الشريف العفيف اللي جاي يدير لكم مشروع، لأن المجتمع المدني هو اللي كيفك المشاكل، خاصكم تساندوه وما خاصكمش تساندوه، هذه خاصها المحاسبة، هذه خاصها واحد الدعوة ديال التدخل واستغلال النفوذ والشطات، وهما مزورين منين صرح العدول بأنه ماشي لاكت ديالو فهناك تزوير خاصهم يتابعوا. ما كاينش يقول لي صورت ولا ما صورتش. دوك هذه خصها شكاية ديال الطعن بالزور الفرعي، لأن هذاك العقد مزور، وحيت هذه محكمة مدنية اللي كتحاكم فيها، والمدني ما كيدخلش، كان على القاضي أنه يحيلوا على الزور الفرعي لأن هذيك الوثيقة مزورة وخلاوة ديزا، ولهذا فخاص الأستاذ ديالكم يطعن بالتزوير الفرعي. ما بغاش الأستاذ ديالي واش مالو كاين أستاذ واحد؟ لا لا راه كنفهم أنايا، راه فاهم، كيخليوك غادي في ليزور متفقين. عندي فيه ثقة الأستاذ ديالي، لأن قال لك ما بغاش يدخل البينال مع السيفيل، غادي نزيدو نطولو، خلينا الجرحي يعقل المدني، الجرحي يعقل المدني، كيبغي كاع داك الزعتر وخصهم يتعتقلوا لا كانوا مزورين. والترامي على ملك الغير، راه كاينه رساله ملكيه واضحه المعاليم ديال السطوع الممتلكات. ايوا هادشي اللي كاين، انا ما عرفتش هادشي، انا ما كنعرفوش انا هادشي واش خصهم يتعتقلوا داك الشيء، انا ما عرفتش الترامي على اي ملك الغير بدون سند وبدون سند راه السطو على ممتلكات الغير. نعم، وخصوصا هذه كانت مسؤوله برلمانيه ديال التشريع، وكيف استغلال النفوذ هي كيفاش انها كتسير في المدينه. بوانو واحد الراجل معقول بكل صدق، لان العداله والتنميه بكل المشاكل ديالهم السي هشام في 2015، انا شخصيا كانت هذيك نزهه الوافي من ايطاليا اول برلمانيه وتكلمت معها، وجمعت يتيم وجمعت بوانو، استقبلوهم في البرلمان واستمعوا لهم، وراه في غون طون قلت بن كيران استقبلنا، ديت له الضحايا واستقبلهم وكاتبوا كيفاش هذه الحكومه. دابا هذا هو الاشكال اللي عندنا، كيفاش انا وزير الداخليه ما يتدخلش بان السيد داير مشروع او لا الوالي او لا العامل ديال المنطقه، ولهذا فخاصنا حنا نتجندوا كمجتمع مدني، لان المجتمع صاحب الجلاله قال لهم المجتمع المدني سلطه حقيقيه لتوازن السلطات، راه سلطه وصاحب جات هذا التصريح ديال الملك البلاد، يعني دار جهده، قال لك اي حاجه كتشوفها دخل في والديها، لا ما كانتش معقوله، ولهذا فهادو ما كيخلعوناش. حنا ما كرهناش الولي، ما كرهناش الولي، استقبلناه ونوريه، حنا ماشي غير كنهضروا بالفم، حنا نوريه هما الا عندهم والواجب ديالو، والواجب ديالو صاحب الجلاله كيعينو باش يخدم المواطن. ما مشيتش عند السيد الوالي انا طلبت لا الوالي او العامل استاذ راه كثرت بسم الله الرحمن الرحيم كتصر جنود. العامل ديال المدينه راه موجود تما للخدمه ديال المواطن، سيدنا حطو تماك لخدمه المواطن. مشاو الناس ديالي لتما اللي خدامه بغاو يشوفوا السيد العامل ولا يشوفوا الكاتب العام ولا هذا، ومنعوهم في الباب، قالوا لهم با بلوس كو دو بيرسون يدخلوا باب العمله ديال مكناس، وهما كاينين حيين وما دخلوش. ولكن دابا واحد السؤال اللي كيتطرح نطرحوا عليكم بجوج، كيف يعقل ان بيادق بحال هاد بنت الطاهري هذه، بيدق ديال الخلا، شنو تكون شكون ما بغات تكون نائبه برلمانيه ولا تكون مسؤوله اداره ولا، بيدق ديال الخلا كيتسلط على دوله. ايوا سيدي، حيت هذاك الوالي راه دوله، ديك العامل راه دوله، راه ممثل الملك، الاعيان ديال البلاد سيدي، الاعيان ديال البلاد ما كيتقاسوش الاعيان، سلطه الملك، هذا هو الاشكال اللي كاين. ما كيتقاسوش الاعيان، لا كيفاش الاعيان، الاعيان لا كان صالح الاحمر ولا الازرق ولا الاسود، راه هادشي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا عارف راسي داري ودار وليداتي والتيت فونسي راه مازال في سميت ولادي، ومازال ايبوتيكي مع بعض البنوك، وهادشي كلشي عندي، وعباد الله كيفاش غنبيع لك انا وانا عندي ايبوتيك ديال 700 مليون ولا 800 مليون، كيفاش غنبيع لك؟ كيفاش غادي نجلس معاك ونبيع لك ب 400 وانا الدار ديالي مقيمه انا ب 800 هذه 20 عام،
زعما انا نطير راسي من المخ. استاذ دابا انت استاذ اسمح لي استاذ مومني، دابا انت غادي اوخ بيست. دابا انت ما خصك تبقى تقلب على 400 لا 800 لا كتسوى. انت عندك التصريح ديال ما تبقاش تابع قنية، هذا ستا لافان كيتبقوا لكم كيبقى مجروكم. انت غتوقف عند التصريح ديال هذاك الوثيقه اللي اعتمدوا. ماشي هذاك العدل قال ماشي انا، هادشي ماشي ديالي. صافي تما توقف تما وسير طعن بالزور الفرعي. ما تبقاش هذاك سيتا لابان غيبقاو يجيبوا لك خابر. شوف ما تبقاش تشوف هادشي. شوف شي استاذ في الرباط ديال الجنايه، المهم اساتذه، وغادي يدخلوا يحطوا غيجيبوهم لابيجي ولا الفرقه الوطنيه تطلع لهم. هذيك القضيه مين صرح؟ اسمع استاذ ما تبقاش تابع هادشي. راه كيطلقوا لك دي لابان. C'est un travail d'usure, la mafia immobilière, il faut que ça. Qui va te dire que Mohamed Ali, la Asmit Ali Mohamed, elle a dit que tu as 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 dit واش انا سميتي متزكي محمد يقول لك لا راه خليني نتكلم يا استاذ باش ما نغلطوش. انا سميتي متزكي محمد غنجي نقول لك لا راه محمد متزكي سير عاود الدعوه صحيح الاسم. هذا التقاضي بسوء نيه غتمشي تحط النيابه العامه في الرباط. ايوا حنا ما كنمشيوش للرباط، حنا كنبقاو هذا حصول. تنقول لك ورا عندي شي دوسي اخر ولكني ما نزيدش نطوط عليكم. معاها النيت دخلتني خويا معاها النيت دوسي اخر ديال شي شاك مشاك ديال 94 ديال لا بانك كوميرسيال دو ماروك، جبراتو في الكفر ديال باها، وداك الشاك انا كنت مخلصو لباها ونسيتو، وجات هي حياته بعد ما تباها ودفعتو للبنكه ورجع لها ام بي اي، وتبعت خويا جا وخرجوه من الدار ديال اختي في الدار البيضاء. بعد لك كان مجرم كبير من هذوك اللي انتربول ما يمشيوش يقلبوا عليه بالتليفونات. فين هذا مشاو له ما كاينش اللي عارفوا فين كان، لان احنا عرفنا بانه كانوا كيديرون عليه هذا. وجاو هزوه وداوه ودخلوه الحبس 8 ايام وهو في الحبس. لا باردو راه عنده التقادم 4 سنين انشئ. هي دارت سميتو دارت تاريخ جديد. واش لا بي سي ام كانت في 99 في سميتو في 2020 ولا 21 لا بانك كوميرسيال دو ماروك صافي 25 ولا 30 ولا وفا بانك. على اي خلينا في الموضوع المهم ديالك استاذ. المهم الموضوع ديالك انا كناشد استاذ عبد النباوي صراحه والتفتيش العام باش ينزلوا، وخصوصا وزير الداخليه لهذا استغلال النفوذ ديال حيت السيد عنده الرخصه ديالو مثيليه من العمده ديال المكناس انا ذاك، وكيفاش موقف عليه المشروع ديالو ومشروع نبيل. نعم خص المحاسبه حيت التصنت هذا ما خصوش يبقى. الا كل واحد فينا رجع نائب برلماني ويدير اللي بغاه، ورجع رئيس مصلحه ويدير اللي بغاه، ورجع مسؤول ويدير اللي بغاه، راه كتولي السيبه. دابا تشجعوا الناس انها تاخذ حقها بيدها. شحال دابا من عام السي خالد والقضيه ديالك كدور في المحاكم؟ من 2015 كنظن باش بدينا مع الحاج طاهري. غادي اسمحوا لي غادي نصحح واحد القضيه اللي قلتوها. انا الحكم تعطى لي بدنا في هذا المؤجل في الحياه ديال الحاج طاهري، هو اللي كان فيه داك البروبليم ديال محمد وانا الحاج. ولكني من بعد مني هذا عودنا نميل فخور جديد بطاهري الحاج، ودرناه وبدينا الجلسات. جاء هو مات في 2019. ملي مات كان سينو حتى يديروا الإراثة ونعرفوا غندعيو ولادو. عاوتاني لغينا داك الدوسيي ودعينا عاوتاني الورثة باش نقول لك هو هذاك الاولاني ما تبعناش، لان مني 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 حطنا قال لك انا ماشي هو محمد. قلنا احنا اللي غلطين والفلطه ديالي انا. جو بونسي كي تابلي محمد، انا كنت تيتحبني سميتو الحاج محمد طاهري، ساعه هو سميتو الحاج. دونك ولكن كيدار غير باردون صحيح لك استاذ، كيدار القانونيه كيدار صحيح الاسم من عند القاضي وكيكاشتي عليه ما فيها والو. ايوا سيدي علاش يدير دعوه اخرى؟
دنام دعوة أخرى وانقطان جا هو مات عاوتاني قطنا الدعوة وتبعنا أولاده وحنا غادين مع أولاده هذه 4 سنين وحنا في واش عباد الله هذه 4 سنين وحنا معهم حتى دابا عطاوها للسلطة باش ولات هي كتسني على لي زوتوريزاسيون عاد تجي تسد لي المحل ديالي وتنوض عليا الجيران صفطوا رسالة قال لك حقا كنديروا لهم الصداع وكنديروا لهم وكنديروا لهم وعندنا موتور والمشروع خدام ليه سنين عاد دابا سنين 7 سنين وقال لك الدرب ما بقاوش جيران ولا مالي الناس كيجبروا فاش يستاسيونيو ومالي انا هو انا كناشد باردون كناشد الساكنه باردون من بعد هذا الحوار كناشد الساكنه انها تخرج تساندك لانك واضع اليوم واحد المشروع وهذا الشيء كله كذوب. انا الساكنه ما كنطيقش بانها غتشوف واحد المشروع رياضي لوليداتها او لا غادي تخلي الناس يجيو يبيعوا لها لا بوفا ولا الوليدات يدمروهم. انا كناشد الساكنه من هنا باش دير معاهم واحد التنسيق ويخرجوا يكذبوا وبانهم باغين هذا المحل الرياضي يبقى في الحي ديالهم ان شاء الله وما يمكنش اي حي ما يبغيش سكن رياضي. هذا هو تدمير الوطن. هادو هما الادلاءات. اسمح لي استاذ, حنا عندنا في الكلوب ماشي كيجيو الناس يترفهوا ولا يعوموا ولا يديروا بلونجي وكيجيو يتعلموا. ايزون دي كوتش كي لو رابرين اجي اجوي فوت افير لا بوكس افير لا زومبا افير لا جيمناستيك افير لو كاراتيه. هادشي كله عندنا وسيت ان جويو في مكناس سيت ان جويو. هكا كيدير ليومنا هذا مازال حنا كنديروا التريتمون ديال الكوفيد pour préserver nos enfants. وكيف الشهادة ديال الآباء والأمهات ديال التلاميذ. يا عباد الله الظلم الأحمر هذا. واحد من المتابعين طرح واحد السؤال. السي المتزكي قال لك المرجو الإجابة على سؤالي أستاذي الفاضل, هل قانونيا ممكن تنفيذ الإفراغ وغلق الشقق دون تبليغ مسبق لأصحابها ليس موجودين فيها بالإضافة إلى تمرير الشقق من اجل اخذ الاغراض من طرف المفوض؟ هذا استغلال النفوذ. راه داروا فروموندي سدوا الناس ديالهم ما كاينينش خلاو لهم حوايجهم لداخل معناهمش بدلوا لا سيغور. عندي ناس فروموندي ماشي كاع تيجيو دقوا عليهم, جاو هجموا بدلوا لا سيغور يلا وعلقوا صافي. هذه ضد القانون ماشي قانونيه. ضد القانون. خص يكون تما وخص يدير المعاينه ويحسب ولو يفرع المحل كان مغلوق خصو يدير المعاينه ديال كاع الاغراض كلها ويدير لها بي في ويكونوا ما يكونش بوحدو. اجي ادخل. كاين شطط في استعمال السلطه لا من الناس ديال السلطه ولا من الناس المالكين. انا واحد القضيه وصلتني غير اليوم غريبه جدا. واحد السيده كانت عندها قهوه كريهه على واحد كان كيتسالهم شي فلوس, مشاو عطاوه فلوسو تكاتبوا عند النوطير بلي شد فلوسو فالتالي ما خلاهمش يهزوا الماتيريال ديالهم. يلا سير طير الماتيريال كيسوى اكثر من ديك القهوه اللي كانوا كارين. ايوا دابا الناس حتى هما بحال هاد البلفاد. هذا راه جنايه. بعدا باش تزوير ديال وثيقه رسميه راه عندك لا كان عدول او موثق راه تزوير ديال وثيقه رسميه راه جنايه هذه اللي داروا. ولكن انا ما فهمتش منين تيجي العدول تيقول لك انا ما سينيش هادشي ما دياليش وما يتحالش على 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 تعبيق البحث ويجيبوهم. هذاك راه تزوير وهذه موظفه كتسير في المدينه ديال مكناس. لا ماشي موظفه. اسمح لي كاين شي حاجه ما راكباش في هاد البلاد. ماشي موظفه استاذ, منتخبه. ايوا اخطر منتخبه يعني كتمثل هاد الحزب ديالها. شكون هويا استنجبوا هاد الحزب لوسي. هي في لوسي. ايوا صافي راه هذاك هو اللي عطى 5 مليار الحين مصطفى هو الامين. أيوة. هي في لوسي والرئيس ديال الجماعه من الايغيني وكاين والاوبوزيسيون خلاص كاينه فيها تعيدي البام وكاينه فيها هذا ماشي موضوع سياسي اصلا. هذا موضوع قانوني قضائي. نعم. انتوما زورتوا واحد لاكتا دولاخ ديال التملك وقف السيد قال لكم ماشي انا. حنا دابا يعني بغينا المحكمه تطلقنا الى 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 تبتوا علينا بان احنا بعنا لهم
لا هو صافي يديونا الحبس ولكن الى ما عندهم في لا الاشكال اللي عندك فينا هو باردو السيبس اسيجان دابا تم غادي في المحكمه في المساطر المدنيه أه. هذا هو خاص هذه راه جنايه راه خص يمشي الوكيل العام ويحط له شكايه لا لا من بعد نتكلموا في هذا الشيء يا استاذ واخا سيدي هذا هذا ما غير هو اللي كيبرزني انا ماشي حتى هذه المساطر نقدر نتحاكم انا وياك نمشيو ندير المحاكمه المشكله فين كاينه ولكن كيف يعقل يخرج الحكم ويخرج التنفيذي ما كيتنفذش عندك ديك لا بروسيدور ديال المحاكمه كلها انت اللي دوزتيها كنتي كتما في الرمله فهمتي اه علاش انا غادي نتوجه لهاد المحاكم هذه اصلا الا كانت الحكم غادي يخرج التنفيذ غادي يخرج ما نقدرش ننفذو راه هنا كاين فقدان فقدان الثقه في المنظومه القضائيه الخوت راه خطير هادشي اللي كيوقع احنا سيدي جينا لبلادنا وقلنا نجيو لبلادنا ونستمروا في بلادنا وولادنا يخدموا في بلادهم ويخلقوا فرص الشغل وخلقنا فرص الشغل ودرنا ان ترافاي نوبل لو فيت دو دافوار انا غنصيفطكم لو ليان ديال سبور كيت اكاديمي ديال مكناس كي دي كلوب وغادي تشوفوا داكشي كيفاش هو داير وتجي الحق راحي حيت انا داير داعيك باش تخوي لي الدار ديالي ديال ولادي تجي توقف لي انا الكلوب وتوقف لي 18 ديال الناس وديرني اون بورتافو مع لي كليون اللي كي دابا كيجيو عندنا تيقول لنا سيدي بيناتكم مع الدوله نتوما ولا مع البلديه حنا ردوا لنا فلوسنا ما عندناش وين نردوا لهم فلوسهم لا ها كيطيحوك لي زور بي كتاخذ الوقت كيوليو الديون وتولي غادي تسيزي لك ديالك ايوا وهذا با ديجا اون با اون با بي المهم سي جامي اريفي ميم في لا بيريود الكوفيد في الكوفيد وكان عندنا المشاكل والبيرسونيل كيتخلص وها هما كاينين اللي بغيتو دير لهم استجواب باش تجيبو لهم وشوفوا مع البيرسونيل كومون ils sont traités comment ils sont récompensés comment ils sont وتجي توقفهم 18 انا كنطلب من سي هشام تحدي باش ينشر هاد الكلوب يوريه للمغاربه واخا سي هشام لا لا صيفط لي المعلومات عليه ما كاينش مشكل انا غنصيفطك دابا علاش شنو اللي يخلي هاد الكلوب هذا مسدود علاش واحد الحلقه تقول لهم باش الناس يشوفوه باش تسكن الساكنه كنطلب منها ديال الشرفاء ديال مكناس يجيو يساندوا ويوقفوا ويحيدوا لا كانت منتخبه حنا غنحيدوها بقوه المجتمع المدني اصلا ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله هذا ما كان فشكرا جزيلا لكم ودائما كيحصل لنا الشرف اننا نهضروا معكم ونتقاسموا معكم المواضيع اللي كاينه كدور فاللايف او التحدي هي لا تكون عبره لبعض الناس اخرين هادشي اللي كاين وتحدي كما العاده هي تحدي لكم ماليه مال حتى شي واحد فهي صوت من لا صوت له اللي عنده شي حاجه بغى يطلع فكنعطيو المجال الكامل ان الانسان ياخذ راحته يقول داكشي اللي بغى بدون قيد او شرط ما عندناش خطوط حمراء وشكرا وشكرا اللي كديروا هادشي مجزانا لفي سبيل الله وشكرا سي هشام شكرا وشكرا سي متزكي شكرا مرحبا. لكم اللي اعطيتوني هذا الوقت كله ديالكم وسمعتوني مرحبا وراكم فاجئتوا عليا الله يبارك فيك مرحبا انا فاجئتوا عليا مرحبا مرحبا والله ينصر سيدنا الله ينصر وتحياتي الملك ديالنا قولوا معايا انتوما تحياتي للجميع وشكرا جزيلا لكم وشكرا شكرا ديالنا بارك الله عليكم طاب يومكم ونهاية أسبوع موفق للجميع شكرا لكم تحية. بارك الله فيكم تحية تحية